بمرة أنا بلشت شيت سميتها front end engineering، و هاي مشان تبلش فيها انتي مباشرة بعد الريليس، بيكون الفوكس تبعك كلياته عليها. قسمتها 3 شيتس إلك بس مشان أعطيك شوية references و شغلات انا جامعة والارياز بشكل عام اللي حابك تعمل فوكس عليهم. فحطيت لك بالليست تبع التكنولوجيز، عملت لك ليست للتكنولوجيز اللي هن فعليا لازم انت تفوكس عليهم: HTML CSS موبايل HTML، كام اريا بدهم فوكس كتير منك. هدول بدك تفوت فيهم، بدك تحكي مع وسيم، تحط لهم بلان. هدول كلياتهم بياكلوا وقت حتى الواحد يتعلمهم يفوكس عليهم ويصير اكسبرت فيهم. فمثلا وقت بيكون في عندك سبرنت، كل سبرنت مثلا اتفق مع وسيم على بلان معين، بحيث انه مثلا نقول له وسيم هذا الاسبوع بدي مثلا كعدد من الساعات بدي تشيل ريسورسز لانه بدي فوت بالبوت ستراب. طبعا بدك تفوت انت وتطلب هذا الوقت تايم مشان تفوت فيها، هذا اكسبنس كتير كبير لنا. بدك تعمل له تكون حاطط بلان كتير واضح شلون بدك تفوت بيه، ان كان بالبوت ستراب ولا كان شو ما كان، بدك تكون حاطط بلان قبل بوقت شلون بدك ملاقي الريسورسز تبوتك مجهزون، حاطط بلان، حاطط جولز. يعني انا وقت بدي اخلص من هالنهار هذا او من هالنهارين شو هو الجول تبعي انه يكون متعلم. بدك شيء تعمل له مجر انه اخر نهار انا اليوم تعلمت شيء ولا ما تعلمت شيء. هاي الشغلة مشان على اساسها بتصير تعمل ادجست للبلان تبعك. هلا وقت انا عم اقول انك تاخذ تطلب وقت من الشغل، نحن بدنا نساعدك بهاي الشغلة. I don't expect you انك تتعلمها كلياتها على وقتك الخاص، بس هو بالحقيقة هاي الشغلة بتاكل اكثر من 8 ساعات واكثر من 16 ساعة واكثر من اسبوع لحتى تتعلم هدول الشغلات كلياتها. ففعليا هون الافورت اللي انت بدك تتوقعه من حالك وهو مطلوب منك كمان، هو انه فعليا عدد ساعات كتير 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 كبير، يعني لحتى تصير فعليا اكسبرت بهاي الارياز. يعني قد ما انا اعطيك عدد ساعات بالشغل ما راح يفيدوك، راح يساعدوك بس ما راح يخلوك توصل لمرحلة انه انت اكسبرت، غير اذا قعدت 6 شهور ما اشتغلت شيء بنوب فعليا، اللي هو الشيء طبعا ما انه منطقي. فالشيء اللي عم حاول اقول لك اياه انه هلا بدك فوكس كتير كبير من وقتك، ان كان قبل الدوام او بعد الدوام او هلا بما انه صرنا نهارين ويكند، بدك تحط بلان لحالك. هلا هذا انت عم تبني شيء لك شخصي وعم تبني شيء للشغل، فبدك الافورت فعليا اللي صار لك فترة عم تحطه، بدك تحط انت بلان لك انه هذا الافورت بدي اخده ضرب 2 بهالبساطة. يعني بدك تحاول تلاقي عدد ساعات إضافية لإلك، لأنه رح يكون في عندك كتير ريسورسز بجوز أنا ما رح لك عليهم أو ما أنا لسه ما بعرفهم. يعني بالنهاية أنا ما قلت لك تاخذ هذا البوزيشن مشان أنا أعلمك الشغلات اللي أنا بعرفها، لا أنا بدي إياك تاخذ شغلات أنا ما بعرفها لأنه أنا ما عندي الوقت إني أعرفها، ولا أنا الأريا أوف إكسبرتيز تبعيتي، فبدي واحد إكسبرت يجي ياخذها. فهذا الشيء بيتطلب، عم نحكي على عدد كبير كتير من الساعات بجوز يكون برات وقت الشغل. فهذا كمان شغلي to keep in mind. فأنيوي أنا هاي الشيء رح شيرها معك to follow. هون رح أطلع لك شغلات ال resources اللي أنا بعملها follow، إن كانت websites، إن كانت design form discussion boards، إن كانت تويتر ريسورسز. دول كلياتهم العالم لازم تكون تعرفهم، لازم تعرف شو جاي بالنكست فيرجن اوف اتش تي ام ال، عفوا ما اتش تي ام ال، نكست فيرجن من اي اي. لازم تكون عارفان شو عم يصير بالكوميونتي تبع البوت ستراب. دول كلياتهم كوميونتيز، لازم تكون عارفان مثلا النكست فيرجن تبع الجي كويري موبايل شو رح ينزل فيه او الحالي شو فيه او العالم شو عم تحكي عنه. دول كلياتهم ريسورسز انا بلحقهم عن طريق تويتر وبعرف عنه شو عم يصير. بالنسبة للرفرنسز كمان راح أعطيك كل الرفرنسز اللي عندي كستارتينج بوينت. أنا كل شيء عم أعطيك إياه هو ستارتينج بوينت أنت مشان تبني عليه. فكمان راح أعطيك كل شيء أنا بعرفه على HTML5، كل الريسورسز اللي عندي على الموبايل راح أعطيك كل الريسورسز اللي عندي، لأن ريسورسز كتير 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 كويسين. فأنا هون عم أعطيك ستارتينج بوينت رائعة، يعني أحسن من الستارتينج بوينت تبع حي الله حدا. فتيك ادفانتج اوف ات. اوكي انا بدي اشوف ريسبونس منك لانه تيكس تايم لحتى انا احط لك هذا البلان، تيكس تايم من وسيم لحتى يعمل ريفيو لهذا الفيديو ويعمل لك سكادجول الوقت، تيكس تايم اند ماني من الشركه لحتى نشتغل كل هذا الشغل. فهوفلي هذا الشيء بيرجع بريترن، الجول تبعنا يرجع بريترن للشركه ولك شخصيا طبعا. فا anyway something I'm just doing this هلا لانه مشان اخليك تكون تقريبا بالجو شو انا مفكر البلان لك. بس الفوكس هلا حاليا بين هو الريليس والريليس، ما شيء تاني غير الريليس. فا anyway that's just something انا خلقت هذا
الفايل just start. اوكي حاكيني اذا عندك اي questions.